السلام عليكم. اليوم غادي ندير لكم درس ديال الحبيك. نوريكم الموديل. كتبوا لي بزاف الاخوات هاد الشكل هذا. بون ها باش كنبداو. هذا هو الجزء الاول، هذا هو الجزء الثاني. دابا انا غنبدا معكم بهذا الجزء الاول، هذا الحبيك كيفاش باش كنديروا هذه الطريقه الثانيه. نبدا معكم دابا. دابا الغرزه الاولى الثانيه، هادي هي فاش غنرجع باش نخشي الخدمه. بون كنخلي لي سباس عيني ميزان تقريبا سنتيم سنتيم ونص تقريبا. كنخف شويه يدي ماشي بزاف باش تجي محبوكه زوينه. كنجي بحال هكا بحال كنبغي نصوب عينو حاجب. كنخشي هنايا وكنلوي مره واحده مره واحده وكنطلع بشويه. الشران داك ما خدمتيها بشويه كطلع زوينه، ملي كتزربي راه ما كطلعش. كطلع بحال سنيسله. دابا هادو انا جا نخدم فيهم انا. دابا هادو ما كاينش شي عدد معين، انا كنبقى نعمر وصافي. يعني ما يمكنش غنجي نبقى نحسب وانا داكشي كندير عشوائي، ما يمكنش باش تبقى تحس لي علاش نقش عندي حليب على جوج شعرات. ما يمكنش نحسب. كنضرب هنا بحال كنسد هاد الحاجب. كيجي بحال هكا. شوف شتي دابا الضربه الاولى كنسد هادي بحال كنضرب الضربه الاولى، غنضرب الضربه الثانيه. هادي هي اللي غادي نجي نرجع فيها عاوتاني باش ملي غنخدم بحال دابا من هنا لهنا تقريبا. نخدم بشويه، ما كنزير لا يدي لا والو، ما كنخليش خيط بزاف باش ما يجينيش واسع. ها كنضرب هنا هاد جوج خيوطه كنلوي مره واحده قص منهم كنخدم بحال هكا كنبقى غادا بحال هكا. كيجي حتى في الرامضه في الجناب ديال الرامضه في الصدر في السطوح كيجي واعر ملي كتصوبو بهاد الطريقه. كيغطي اولا على العيب ديال الضربات، اللي ما كيعرفش يضرب الضربات مزيان في التوب كيغطي على الضربات. هانتوما فوالا، مكاينش شي عدد معين وكتجي سبحان الله العظيم قد قد. ها كنضرب هنا كنسد هادي. هاهي شتو هاهي تقريبا عينك ميزانك. بغيتي تعبري قبل ما تبدي عبري بشي سنتيم ولا بشي حاجه وخدمي. دابا الانسان ملي كتكون وحده محترفه في الخدمه صافي كتولي كتعبر بعينيها. ديما نسيرو مع الخيط بشويه، معمركم تجرو معمركم وديما تبعو بصبعكم بحال هكا. فوالا كوم سا ملي تقربي توصلي ديري بحال هكا شدي باش متجريش مع كلشي. فوالا كوم سا تبقي غادا تا كيطلع زوين في السطوح. بزاف الاخوات طلبوه ليا، ما عندي قناه ولكن ما مفعلهاش بقي ديال دق الجرس ودير ودير ودير. انا باغا نفيد ونستافد سيتو، انا ما عنديش غرض يعني مادي او شي حاجه بحال هكا. نو انا كنبغي نخدم وصافي بصراحه، هذا هو الهدف ديالي. انا كنحب الرامضه وكيعجبني الجديد وكيعجبني شي حاجه ندير هكا من دماغي ونخدم. فوالا شي انسان كيكون عندو هدف مادي كيولي يخدم بواحد الطريقة بشوية ويتقل الخدمة ويدير ربعة الفيديوهات المهم عندو هدف. فوالا شي بقا يصدق فعل الجرس دير هادي هادي مالنا هيك لاباس. نتعلمو نتعلمو بشوية وبالخاطر والانسان يوضك بالخاطر. فوالا
تدي القناه الاولى سميتها راندا ام الياس، بصح ما فعلتهاش، وصلت فيها ال 1000 ابوني وسبحان الله ما فعلتهاش وخليتها صراحه. بقى الان دابا راه عندي طرز التركي فوق الراندا، عرفتي شحال من الطلبات عليه، ساكن يلا الله بان هانتوما غنسد هنايا شو بحال هكدا كيجي. ونشنو لكم الصدر كيفاش طبت هادي في الراندا، هانتوما شوفو اش كيجات، هانتوما نسطو دابا هاد بغينا نصلوش، مبغيتش نوثقو لاخاطش ملي غيتصلح غيطيح، لو بغيت نوثق كل وحدة بوحدة بحال هكا نوثقها كيبقى ديما بحال هكا، ولكن كيعطي الحلاوة ديالو ملي كيتصلح. شتو كي كيجي دابا انا درت لكم هذا هو الاول، عاد في الدرس الثاني غندير لكم هذا ديال العقيق باش تشوفوا كيفاش الطريقه. يلا نهاركم مبروك.